نروح إلى اللعبة المصرية الخالصة، لعبة الاسكواش. وأعلن الاتحاد الدولي عن القائمة النهائية للفرق المشاركة في بطولة العالم للاسكواش والمقرر إقامتها في القاهرة خلال الفترة من 10 حتى 16 من أكتوبر المقبل، ديسمبر المقبل. البطولة هترجع مرة تانية بعد ما توقفت فترة، وكانت آخر مرة أقيمت كانت في العام 2018 في الصين، وبعدها توقفت بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم، حيث تشارك كل من دولة بأربع لاعبات في البطولة، وتشارك مصر في البطولة بكل من نوران جوهر المصنفة الأولى على العالم، ونور الشربين المصنفة رقم 2 على العالم، ونور الطيب المصنفة رقم 6 على العالم، وهنيا الحماحمي المصنفة رقم 3 على العالم. وبيشارك في البطولة كل من دول أستراليا، كندا، الصين، إنجلترا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، هونغ كونغ، اليابان، ماليزيا، اسكتلندا، جنوب أفريقيا، سويسرا، أمريكا، أوكرانيا، ويلز، بجانب مصر البلد المستضيفة للبطولة. بالتأكيد كل التوفيق لبطلاتنا في حظ الميداليات والألقاب. لعبتنا لعبة الاسكواش أكيد هي اللعبة اللي بترسم الابتسامة والسعادة على المصريين، واثقين في بناتنا يقدروا يحافظوا على التصنيف الأوائل في مراكز الاتحاد الدولي للاسكواش. أعلن محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج على حصول مصر على حق استضافة بطولة العالم للسومو في نسختها للعام 2023 بعد منافسة شرسة من جانب دول أخرى لاستضافة ذلك الحدث الدولي الهام واللي هيقام لأول مرة على أرض مصر. طبعا صبيح أن بطولة العالم للسومو هتقام في القاهرة خلال الفترة من 10 حتى 12 من نوفمبر من العام المقبل بمشاركة أكثر من 100 دولة وأكثر من 1500 لاعب ولاعبة على مستوى العالم، أمر اللي يمكن بيأتي ضمن توجيهات الدولة المصرية باستضافة المزيد من الأحداث والفعاليات الرياضية نظرا لما تمتلكه مصر من منشآت رياضية متطورة قادرة على استضافة كافة البطولات العربية والقارية والدولية. السامبو يعد من أحد لجان الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، وتترأس اللجنة العليا للسامبو كابتن مريم يحيى، ونجح المنتخب الوطني للسامبو في تحقيق نجاحات كبيرة خلال البطولات الأفريقية اللي شاركت فيها مؤخرا، وحصدت المراكز الأول وسط إشادة دولية بمدى التطور الذي ظهر عليه اللاعبين المصريين خلال تلك المنافسات التي ضمت أقوى الدول في مجال رياضة السامبو.